بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات سلسله ادوبي الستريتور للمحترفين. في حلقه النهارده هنتكلم عن اخر تحديث لادوبي الستريتور لشهر يونيو عام 2023، وهنشوف اهم خمس حاجات انت محتاج تعرفهم عن التحديث دوت. فخلونا نبدا، بس قبل ما نبدا خلوني اوريكم الفيرجن اللي انا شغال عليه لادوبي الستريتور. لو رحت على الستريتور About Illustrator هلاقي النسخة اللي موجودة عندي 27.6.1، ودي آخر نسخة موجودة حاليا، ودي على فكرة النسخة الحديثة العادية اللي هي موجودة عندك على الكمبيوتر، مش النسخة البيتا. يعني لو بصيت تحت كده هنا هتلاقي أنا عندي النسخة البيتا والنسخة العادية، أنا بتكلم على النسخة العادية. فيلا بينا خلونا نتكلم عن أول خاصية أو أول حاجة أنت محتاج تعرفها في الخمس حاجات اللي هنتكلم عليهم النهاردة. اول حاجه هنتكلم عليها هي خاصيه الجينيريتيف ريكالرنج، بمعنى ان انت لو عندك اي رسمه او اي ديزاين انت عامله على ادوبي الستريتور فيك تلونه باستخدام الذكاء الاصطناعي نفس الطريقه اللي احنا شفناها في حلقه ادوبي فايرفلاي. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لو عندي، انا طبعا عندي ديزاين موجود قدامي اهوت، لو عملت دبل كليك عليه هتلاقي كله عباره عن شيبس، وكل شيبس انا مديه كلر. طبعا ده ديزاين انا كنت عامله لمعرض من المعارض، تمام اهوت. وطبعا هتلاقوا ديزاين ده على فكره على حسابي في الماركت بتاع ادوبي، انا رفعه على الماركت بتاع ادوبي. الديزاين ده هوت لو انا عايز الونه او عايز اجيب منه نسخ ثانيه، هنا بستخدم طريقه الذكاء الاصطناعي اللي ادوبي اضافتها في نسخه الالستريتور ديت. لو عايز اغير اللون زي ما قلت بضغط عليها وبروح على الايقونه دهيت اللي هي ريكالر Artwork، او ان انا بروح على Object او Edit واروح على Edit Color وبلاقي حاجة اسمها Recolor Artwork، بضغط على Recolor Artwork دهيت فبيطلع لي الويندو دوت. وطبعا احنا شرحنا الويندو ده قبل كده في حلقة من الحلقات، لكن النهاردة هنلاحظ ان في هنا مفتاح جديد اسمه Generative Recolor اللي هو Beta Version. Beta Version يعني لسه شغالين عليها، بضغط عليه بيطلع لي هنا حاجات كتير كده هنشرحها بالتفصيل دلوقتي. اول حاجه هنا البرومت دوت، ان انت لو عايز تكتب كود معين بحيث انه يجيب لك الكلر بناء على اللي انت كاتبه، في تحت هنا في سامبلز برومت، معنى ان انا لو ضغطت على كل واحده من دول هيطلع لي فيرجنز مختلف او الوان مختلفه تخش تحت الكود اللي تحت دوت. يعني مثلا لو جينا مثلا قلنا على اليلو سبمارين دوت، ضغطت عليه هيطلع لي الوان مختلفه. لو ارجع تاني اهوت وضغطت مثلا على 3B ديسكو دهوت بيطلع لي الوان مختلفه. لو انا حابب اختار لون من ده بضغط عليه فبيغير اللون زي ما انتم شايفين اهو، تمام. برجع تاني اهوت ممكن اختار لون تاني مثلا وليكن مثلا هنا السمر. طبعا اي حاجه انا بختارها بيحفظها لي تحت اللي هي في الفاريشن ديت. هاجي مثلا عند السمر دهوت وبضغط عليه بيطلع لي برده مجموعه من الالوان اهوت، تمام. بيبص على الالوان كلها ويغيرها اوتوماتيك كده اهو، تمام. لو انا عايز ارجع تاني بقول له ريسيت، بضغط على ريسيت فبيرجع لي الشكل تاني. ده بالنسبه للحاجات دي. طبعا لو انت عاوز مثلا تعمل مجموعه الوان معينه فيك تضغط على الايقونه ده وتقول نيو كلر جروب، وبعد كده تضغط على الكلر دهيت وتختار الوان. لكن طبعا الطريقه دي احنا ممكن نعملها مع الريكالرنج، احنا بنتكلم على الذكاء الاصطناعي. فديت السامبلز اللي بتيجي مع الخاصيه دهيت، وفي هنا ان انا اكتب الكود اللي انا عايزه. يعني لو اقول له مثلا ايه، لو اقول له مثلا ريترو كلر اهوت، لو انا قلت له مثلا ايه احتاج مثلا اللي هو الريترو اللي هو النوع القديم، وبضغط انتر على لوحه المفاتيح بيطلع لي اربع اختيارات اهو، بختار ده او بختار ده او بختار ده او بختار ده، تمام. لو انا مش عاجبني واحد من دول مثلا فباجي هنا على الايقونه اللي عريضه اهيت، بضغط عليها وبقول له ديليت. لو انا عايز اشيلها بضغط عليها فبقول له ديليت، برجع على دي مثلا واقول له مثلا ان دي كويسه مثلا، فباجي اقول له جود ريزلت. جود ريزلت دهيت معناها ان انا بقول لادوبي ان النتيجه اللي طلعت دي كويسه، فكنوع من التشجيع لهم. يعني لو ضغطت على جود ريزلت هنا بيقول لي ثانك يو فور يور فيدباك، لان طبعا الرساله دي بتوصلهم، تمام. او ضغطت عليه تاني بتلاقي عندك سيلكت ان ايديت كلرز، لو انت هتختار سيلكت ان ايديت كلرز وبتغير لون بلون، او باد ريزلت بتقول لادوبي النتيجه ديت مش مناسبه للكود اللي انا كاتبه. يا برضو هنا لو جيت هنا مثلا وكتبت مثلا ايه، اقول له مثلا وينتر او كيدز كلر، يقول له مثلا كيدز كلر كده اهوت، وضغطت انتر بيطلع لي برضو اربع اختيارات
اربع اختيارات مناسبين للكود اللي انا كتبته كيدز كلر اهو، تمام. وخد بالك اي لون انت بتختاره او اي كلر بيعمل جنريتنج هو بيحفظه تحت هنا كده، تمام، بحيث ان انت لو حبيت ترجع له ترجع له. ده كل اللي في الخاصيه ديت اللي هي جنريتيف ريكالر بيتا، بتوفر عليك وقت كتير وبتديك الوان مختلفه، بالذات لما تكون مثلا بتصمم لوجو معين فممكن يديك فاريشنز او انواع مختلفه من الالوان ممكن تناسب اللي انت بتدور عليه. عايز ترجع تاني فبقول له ريسيت فبيرجع كده. لكن بمناسبه ان احنا هنا، خليني اقول لك حاجه مثلا معينه. لو انا مثلا حابب، يعني مثلا لو انا عندي مثلا صوره زي دهية، طبعا ده فيكتور لكن ممكن نفس الشيء تعمله مع صوره، وانا عاجبني الالوان دهيت وحابب اخلي الشكل ده اهو، تمام، بنفس الالوان دي، فازاي بنقل الالوان ديت من هنا لهنا؟ اول حاجه بروح على الشكل ده وبختاره، بروح على السواتشز، تمام، وباجي بضغط على نيو كلر جروب وبضغط عليها فبيطلع لي الويندو ده، فبقول له مثلا ايه، ايس كريم ثيم، تمام، ايس كريم ثيم، وبقول له سيلكتد ارت وورك لان انا عايزه ياخد من الشكل اللي انا عامل له سيلكشن دوت او تحديد، وبخلي الديفولت زي ما هي وبعدين بقول له اوكي. هنا طلع لي هوت في سواتشز، طلع لي جروب وفيه الالوان اللي هو جابها من هنا. طيب اضيفها هنا ازاي؟ نفس الشيء بروح على الريكالرنج دهيت، خليني اعمل الهايت ديت وبروح على الريكالر تاني اللي هي دهيت، تمام، خليني اسحب كده شويه، هي الريكالر دي، وباجي على حاجه اسمها ادفانسد اوبشنز تحت اهو، بضغط على ادفانسد اوبشنز بيطلع لي الويندو ده اهو، بلاقي عندي الجروب اللي انا عملته هو اللي هو اسمه ايس كريم ثيم بالالوان اللي انا اخترتها من هنا، بضغط ضغطه واحده كده اهو فبيديني الالوان هنا. طبعا في الوان هنا ممكن تلعب فيها وتغيرها، لكن دي طريقه يعني لو انت حابب تاخد الوان من شكل معين للشكل اللي عندك ففيك تعمله بالطريقه دي. ده كل شيء عن الخاصيه الاولى اللي هي جينيريتيف ريكالرنج. خلينا نخش على الخاصيه الثانيه ونشوف الخاصيه الثانيه بتاعت ايه. هاجي هنا اروح على رقم 2 اللي هي الخاصيه الثانيه. انا عندي هنا يعني ملف فاضي اهوت، تمام، هاجي مثلا هرسم هنا وليكن مثلا مستطيل او اي شكل كده اهوت، خليني اديله لون معين بس عشان يبقى ظاهر على الشاشه، تمام، وهاجي برضو هرسم دايره كده اهوت واخليها مثلا وليكن باللون الازرق، وبعدين اختار تكست واكتب هنا مثلا اي كلمه زي دي مثلا كده اهوت، اهو اي كلمه كده، تمام. فبقى عندي هنا عندي مستطيل هنا اهوت، وخليها مثلا سكوير كده اهوت، مربع اهو، عندي مربع ودايره وكلام كده. الخاصيه اللي هنتكلم عليها اللي هي خاصيه الفلترنج او السيرش، البحث في اللايرز. هنا لو بصيت عندي بلاقي عندي هنا لاير واحد اهوت، تمام، ولو ضغطت العلامه السهم اللي تحت دوت بلاقي ان في عندي ثلاث اشياء او ثلاث تري اوبجكتس هنا او ثلاث عناصر موجودين تحت اللاير ده. خليني بس ايه اسميهم علشان طبعا ده مهم جدا ان انت تستعمل البحث. الريكتانجل ديت هخليها مثلا، هسميها مثلا ايه، خليها مثلا سكوير او السكوير، كويس، وباجي على الاليبس دهيت واقول له سيركل، كويس، وباجي على الكلمه دهيت واقول له تكست. طبعا ممكن تسميها اي حاجه، انا بس بسميها شيء بحيث ان انا اوريك عمليه السيرش. لو بصيت هتلاقي في عندك هنا سيرش اول فوق اللايرز كده، وفي جنبها علامه اللي هي بتاع الفلتر. لو ضغطت على علامه الفلتر دوت بتلاقي يقول لك ايه، تعمل فلتر بايه، بالاوبجكت باث ولا شيبس ولا تكست ولا ولا ولا، عندك ايمج وافكت وجروب. وطبعا افكتس دي مهمه جدا، لو تكون مثلا عامل افكت لكم اوبجكت عندك فيبقى سهل انك توصل له. لو انا قلت له مثلا اعمل لي فلتر بالتكست، خد بالك هنا كله راح ما عدا التكست اهي، فانا لو عملت التكست كده علمت عليها بوصل لها على طول واقدر اعدل فيها. طيب لو رحت تاني وقلت له بدل تكست اعمل لي فلتر بالشيبس، خد بالك هنا انا عندي التكست بس، فبضغط هنا بقول له شيبس فطلع لي هنا الشيبس كله اهو، تمام. وطبعا زي ما قلت لو انت عندك اشكال تانية فيك تعمل بالباث بالتكست بالايمج بالافكت وهكذا، بقول له كلير اول فبقى ايه، بشيل الفلتر خالص. لكن لو انا عايز ادور على حاجه معينه باجي على الخانه دهيت وباجي اقول له مثلا هات لي بس السيركل اهو، اول ما بضغط سيركل بتطلع لي السيركل اهو، فبضغط عليها فبوصل لها على طول اقدر اغير فيها واقدر اعدل فيها، تمام. لو عايز مثلا السكوير برضو بكتب سكوير، اول ما بكتب سكوير بيطلع لي اللاير بس بتاع السكوير. طبعا تخيل عندك
اكتر من لاير. يعني مثلا بص الملف اللي احنا شفناه قبل كده، شوف انا يعني مثلا ده مع مصممه، لو بصيت هتلاقي عندي ايه، عندي قد ايه لايرز، تمام، لايرز كتير جدا، اشكال مختلفه جدا. فطبعا انا لما بسميها وابدا عليها بسميها واحده واحده، او عاوز بس الريكتانجل، فبيبقى سهل على طول ان هو يوصلني للي انا عايزه. طبعا انا عامل هنا لاير واحد بحيث ان انا ابسط لك الموضوع، لكن اعتقد ان انت وصلت لك الفكره. برضو نفس الشيء لو انا عندي كلام كتير وعايز اجيب اعمل سيلكت للتكست بس. يعني تخيل مثلا لو انا عندي مثلا دهوت بدل التكست ديت، عندي اتنين كده، واحده صغيره كده اهوت، تمام، واحده كمان كده اهوت كده، تمام. وجيت هنا مثلا، طبعا انا لو عملت هنا بلاقي عندي تكست تكست تكست، لما اجي بعمل سيرش واقول له تكست بيطلع لي بس التكست هنا اهو، تمام، اهو بيطلع لي التكست ده، فممكن اختار ده او ممكن اختار ده، شوف بيعمل له سيلكت اهو، ده برضه عشان اختاره بعمل هنا فبيطلع لي التكست بس. دي خاصية جديدة في ادوبي الستريتور، خاصية السيرش، اما بتعمل فلتر بالاشياء اللي موجودة ديت، او حتى باللاير. يعني انت عندك لاكت لاير، تمام، هو او هيدن لاير، برضه فيك تعمل سيرش او تعمل فلتر باللاكت او الهيدن، او تعمل سيرش باسم اللاير. يعني لو عندك اكتر من لاير، لاير واحد، لاير اتنين، لاير تلاتة، بتعمل بحث باللاير، بيديك عملية البحث وبيصير لك بس اللي انت عايزه. دي كانت تاني خاصية من الخمس خصائص اللي هنتكلم عليهم النهاردة. نروح للخاصية التالتة، ودي خاصية اللي هي الريتايبنج، ان هو ادوبي الستريتور بيتعرف على نوع الخط اللي موجود في الصورة. يعني دي صورة هي، تمام، دي صورة مش تكس، يعني عامل دبل كليك، دي صورة هي، ونفس الشيء دي صورة برضو اهي، تمام، دي صورة ودي صورة، فأنا عايز أعرف نوع الخط ده هو إيه. طبعا في برامج كتير جدا اسمها ماتشنج فونت بتتعرف على الخط، لكن طبعا أدوبي حطتها في الستريتور بحيث إنها تسهل عليك عملية الشغل، مش محتاج تروح على برنامج تاني أو ملف تاني عشان تعرف نوع الخط. طيب بنستعملها إزاي؟ باجي مثلا على الصورة دي اللي هي ديت، بعمل لها سيلكت وتحديد، وبروح على حاجة هنا اسمها تايب، تمام، وباجي على امر جديد كده اسمه ري تايب. هو طبعا زي ما شفت بيتا فيرجن، يعني لسه في حاجات كتير هتتحسن. بضغط على ري تايب فبيطلع لي الشكل ده او الويندو ده، كويس. هنا طبعا مختار الكلمه، لان هو طبعا قسم لي الكلام لكلمتين، يعني لكن لو عايز اغير الكلمه اللي انا شغال عليها بضغط على الكلمه دي، بختار الكلمه اللي انا عايزها، فبختار مثلا الكلمه الاولانيه هو كاتبها وورد، وطبعا علشان اشوفها هنا فباجي هنا بكتب الكلمه اهو، تمام، اوورد، بكتبها هنا في الخانه ديت علشان اشوف الخط. هنا بيطلع لي هنا انواع من الخطوط اهي، فبشوف الخط المناسب للخط دوت او الاقرب للخط دوت. لو لاحظت هنا ان الخط ده اللي هو ريلوي بولد ايتاليك، ده هو طبعا ده فعلا الخط اللي انا مستعمله في الصوره، لكن بيطلع لك خطوط تونيه اهي. لو لاحظت ان في هنا علامه هنا بتاع الكلاود، معناها ان الخط دوت موجود على اي كلاود، لو ضغطت كده بعمل له اكتيفيت، لكن دهوت موجود عليه علامة صح لأنه موجود عندي اوريدي على الخطوط. يعني لو رحت على الخطوط عندي هلاقيه موجود، لو مش موجود عندي مثلا بروح وبروح على خط تاني زي ده أو أقرب منه وأضغط بقول له أكتيفيت، تمام. لو رحت برضو على الكلمة التانية اللي هي بانل هنا، باجي هنا برضو عشان أشوف شكل الكلمة، باجي هنا بكتب كده أهوت بانل، تمام أهوت، فبيطلع لي نوع الخط. هنا برضو قال لي روندا إيتاليك ومش عارف كولوف و كوروليف وكلام من ده، وطلع لي خطوط قريبه من الشكل ده. لو عايز اخلص من الموضوع ده خالص بقول له اكزيت ري تايب، تمام، وبختار الصوره الثانيه وبقول له انتر ري تايب اهو. لو البانل دي مفتوحه عندي بقول له انتر ري تايب فبيخش ثاني، برضه نفس الشيء بختار الكلمه بيقسمها لي اهوت، وهنا حتى في الكلام الصغير اهوت نوفمبر 22، باجي على نوفمبر مثلا وباجي برضه بكتب اهوت نوفمبر كده اهو نوفمبر، تمام، وباجي هنا بشوف نوع الخط اللي قريب ليه. طبعا هو ساعات بيطلع بالظبط قريب وساعات بيجيب خطوط بعيده، لكن هو بيطلع لك حاجتين اتنين، نوع الخط، لو نوع الخط دوت موجود على ادوبي كلاود فونت بيطلعوا لك هنا، ولو انت مشترك معاهم بتضغط عليه بتعمل له اكتيفيت فبيظهر عندك فيه الخطوط وبتكتب نفس الخط. طبعا هو يعني يفضل ان هو ان انت ما بتيجي تكتب تعدل في الكلمه على طول، يعني بتضغط هنا المفروض اعمل اوكي، اضغط على الخط ده هو فيفعل لي الخط وابدا اكتب بيه على طول، لكن هنا بيقول لك تنزله وبعد كده تروح تجيب تكست. يعني انا مثلا عرفت ان ايه، يعني مثلا لو جيت مثلا خلينا مثلا نيجي على دهيت، تمام، واقول له انتر ري تايب،
هنا بتطلع لي الريل واي اهوت، ومعروف الخط هنا، وانا عارف ان الخط ده اللي هو ريل واي، تمام. المفروض بقى انا عايز اكتب، فبختار التكست تول وباجي بكتب هنا اللي هو ريل واي، او اكتب كلمه اوورد اهو، تمام. وانا عارف ان نوع الخط ده اللي هو ريل واي، فباجي هنا بختار الريل واي كده اهو، اهو بلاقي الريل واي موجود عندي اهو، تمام، اللي هو ده اهو، نفس الخط ده زي ما انتم شايفين اهو، تمام. يعني المفروض تبقى العمليه اسهل من كده شويه، اهو نفس الخط، تمام. لكن طبعا زي ما قلت دي صوره، تمام، ما كانش تكست يعني، هو لكن هو اتعرف على نوع الخط. دي الخاصيه بتاع الريتايم، يعني خاصيه بسيطه، لكن اعتقد لسه فيها حاجات كتير يضيفولها بحيث ان تبقى سهل على طول، بدل اعرف نوع الخط وبعدين احمله وبعدين اروح ادور على او اكتب اللي انا عايزه او اروح ادور على نوع الخط. طبعا عمليه كبيره جدا، اعتقد في عصر الذكاء الاصطناعي المفروض تكون اسرع من كده. ده كان كل شيء عن الخاصيه ديت، وخلينا نروح نشوف الخاصيه الرابعه. الخاصيه الرابعه اللي هي خاصيه التريسنج. طبعا ايمج تريس دي موجوده قبل كده في ادوبي الستريتور، لكن هم بيقول ان هم حسنوها شويه وغيروا حاجات فيها، نشوف ايه التغيير اللي حصل. انا عندي هنا صوره هي كنت عاملها لمحمد صلاح بالذكاء الاصطناعي، وبرده لوجو كنت مصممه بالذكاء الاصطناعي. طبعا دي صوره زي ما انتم شايفين، صوره يعني، تمام، مش فيكتور، ودي برده نفس الشيء صوره. باجي على صوره محمد صلاح دهوت، بختارها وبروح على حاجه هنا اسمها ايمج تريس، وبضغط على السهم اللي جنبها دهوت، تمام. بلاقي عندي هنا الاشكال اتغيرت، كانت الاول تكس يعني، الاول كان كلام وبتختار منه الاوبشن، دلوقتي بقت صور بتختار منها. عندي هنا سكتش لو انا عايزه سكتش، عندي لوجو لو انا بعمل لوجو، عندي لاين ارت، فوتو، وهكذا. فانا لو عايز دي مثلا فوتو، فبقول له فوتو ده هو، تمام، فبيبدا ايه يشتغل على الصوره ويحولها لفوتو. هما طبعا قالوا ان هما سرعوها، وانا فعلا لاحظت ان العمليه بقت سريعه شويه اهيت. فيني برضو اضغط على العلامه دهيت بحيث ان انا اجيب الايمج تريس اوبشن، وفيني اغير فيها والعب فيها بحيث ان انا اوصل للشكل اللي انا عايزه زي قبل كده. طبعا عملوا فيها شويه تحسينات في الانترفيس بتاعها، بتفرضوا عندك ادفانس هنا بتختار حاجات كتير، تمام، وممكن تغير الاوبشن من هنا لو انت عايز مثلا تخليه مثلا سكتش، بتضغط على سكتش فبيحولوا لك تاني لسكتش، وزي ما انتم شايفين بيطلعه بسرعه. طيب برجع تاني اهوت، بيرجع الصوره زي ما كانت الاول. وخليني اروح مثلا، طبعا بعد ما بتعمل تريسنج بتضغط على اكسباند بحيث انه يطلعها لك الباث بتاعها لو انت عايز تعدل فيها، ضغطت على اكسباند فبيطلعها لك زي فيكتور كده باث اهي زي ما انتم شايفين، وطبعا بتبدا تشتغل عليها. نفس الشيء اجيب الصوره دهيت اهي، تمام، زي ما انتم شايفين، خليني احطها هنا عشان تشوفها. نفس الشيء بروح عليها وبروح على ايمج تريس، وبختار هنا لوجو مثلا اهوت، فبضغط على لوجو، هو بيبدا يحولها اللوجو، تمام. ولان انا عندي خلفيه بيضة، ففي عندي هنا اوبشن بقول له اجنور كلر، يعني شيل الخلفيه ديت. طبعا هو مختار الابيض، لما اقول له اجنور كلر بيطلع لي هنا علاميات، ممكن اختار له اللون اللي انا عايز اخفيه، فهو اوريدي بيختار الابيض وشال الخلفيه اهوت. بعد ما بخلص كده طبعا لو عايز اظبط شويه حاجات زي ما شفنا فيه نفس النسخه القديمه، لكن ده اسرع شويه ويعني مور اكيوريت في الكلر، يعني افضل شويه في الكلر. بعد كده بقول له اكسباند عشان يخلي بس الشكل كده، بقول له اكسباند فبيجيب الشكل اهوت، وبقى عندي اللوجو زي ما انتم شايفين اهوت. فيك تعمل لوجو بالذكاء الاصطناعي سواء على ميدجورني او على ادوبي فاير فلاي، وبتجيب الصوره هنا وبتحولها زي ما انتم شايفين. طبعا ممكن اصغرها كده او اكبرها، وطبعا لو عملت زوم بتلاقيها برضو هي ايه، هي فيكتور، يعني مهما كبرها بيبقى نفس ايه الجوده مش بيكسل. فبجيبها هنا اكبرها او اصغرها خالص كده اهوت برضو اهوت، واحطها مثلا على محمد صلاح كده اهوت، فبيبقى عندي الصوره اهي زي ما انتم شايفين، تمام. دي الخاصيه الرابعه اللي هي بتاع الايمج تريس، هي نفس الخاصيه القديمه لكن غيروا في الانترفيس، غيروا في الشكل، سرعوها شويه، الانجن بتاعها بقى افضل كتير في السرعه وفي الالوان. خلينا بقى نخش على الخاصيه الخامسه والاخيره. الخاصيه الخامسه هنا ده طبعا ديزاين انا عامله للحلقه دهوت، للفيديو دهوت، اللي هي البي دي اف لينك. يعني فيك دلوقتي لو انت تعمل اكسبورت لملف معين، لو انت شغال على ديزاين زي ده، انا طبعا الديزاين ده شغال عليه اهوت، كنت عامله للحلقه دهوت، ده الثاب نيل بتاع الفيديو اللي انا بعمله، وايه محتاج احط لينك مثلا في البي دي اف بتاع الكلمه ادوبي الستريتور دهوت. ممكن احط لينك لاي حاجه انا عايزها، يعني مثلا لو انا عايز اعمل بي دي اف دهوت، بي دي اف اصدر الملف ده كبي دي اف
والمستخدم اللي يوصله البي دي اف يضغط على كلمة ادوبي الستريتور او اي كلمة يروح على موقع معين. تعملها ازاي؟ باجي بختار الكلمة او بحدد الكلمة اللي انا عايزها مثلا ادوبي الستريتور، وبروح على ويندو هنا وبختار حاجة اسمها ايه يا ربي، اسمها اتريبيوت، بضغط على اتريبيوت. تمام، باجي هنا شوية كده عشان تشوف، باجي على اتريبيوت دهيت، بيطلع لك كده فيها حاجتين بس صغيرين كده، لكن لو ضغطت على العلامة دهيت بيقول وتضغط شو اول بيطلع لك الاشكال دي كلها. بتيجي على ايمج ماب وبتختار ايمج ماب، يعني ايه؟ يبقى لما اقول له ريكتانجل معناها ان هو بياخد الشكل هو بالريكتانجل. تمام، لو انا عندي شكل متعرج ممكن اختار البولجن، لكن الريكتانجل فعادي. معناه ايه ريكتانجل؟ عشان بس اوضحها عشان تبقى فاهمه، شايفين الحد اللي هو على ادوبي الستريتور ده، ده اسمه الريكتانجل. يعني اول ما السهم لما المستخدم يقف بالسهم في اي منطقه في منطقه الريكتانجل دهوت، السهم بيتحول لايد ويضغط عليها يوصل لينك. هوريها لك دلوقتي، خليك معايا بس. فباجي هنا بقول له ادوبي، بقول له ريكتانجل، وبعدين بدخل اليو ار ال. اليو ار ال هو اللي بقول له www.adobe.com. تمام، وبضغط انتر. حلو كده. طيب بعمل سيف. تمام، ضغطت كوماند اس او كنترول اس، وبعد كده بقول له بقى ايه، بقول له سيف از، لازم اعمل سيف از بي دي اف، بضغط سيف از. وباجي هنا لازم اختار هي حاجه اسمها بي دي اف. تمام، بضغط بي دي اف وبديله اسم اهوت مثلا، وبقول له سيف، فبيطلع لي الويندو دهوت. بختار مثلا هنا هاي كواليتي. طبعا هنا في خاصيه برضو في الاستريتور، ما اعرفش اذا كنتوا انتوا لاحظتوها ولا لا، ان انت لو حفظت حاجه بنوع اوبشن هنا وتيجي تحفظ ملف تاني بيطلع لك نفس الحاجات اللي انت كنت حافظ بيها قبل كده. ودي خاصيه جميله جدا موجوده من زمان في ادوبي انديزاين، لكن هم مؤخرا حطوها في ادوبي الستريتور، وبصراحه حاجه جميله. طيب هنا بقى بقول له فيو بي دي اف افتر سيفنج، انت بتسيب كل حاجه زي ما هي. طبعا هنا انا مش عايز بليدنج، لو عايز بليدنج بتحط بليدنج، لكن انا ما عنديش بليدنج ولا حاجه، ده ملف بس لاستعراض الخاصيه. فباجي هنا بقول له فيو بي دي اف افتر سيفنج، بحيث ان انا لما اخلص سيفنج يفتحوا لي على طول. فبضغط سيفنج او سيف بي دي اف، بعد ما بيعمل سيف بيفتح لي البي دي اف زي ما هنشوف دلوقتي اهو، فتح لي البي دي اف. تمام، بص السهم عامل ازاي. تمام، السهم الماوس عامله ازاي، بتحرك. لما اخش على المربع او المستطيل بتاع ادوبي الستريتور، بص على السهم كده اتحول ليد اهو، بص اهو. اول ما اخش على المستطيل اهو، المستطيل اللي فيه ادوبي الستريتور، طبعا لو ضغطت على ادوبي الستريتور بيوصلنا على طول اهوت للموقع بتاع ادوبي دوت كوم. تمام، برجع تاني، وطبعا برجع لي ادوبي الستريتور. هي دي خاصيه ان انت تدخل اللينك في اي ملف، يعني انت عايز تدخل في الكلمه ديت، في الكلمه ديت، في اي كلمه انت عايزها، بتضغط على الكلمه او على الشكل. يعني لو انت مثلا عندك مربع زي ده او دايره، تمام، يعني مربع زي ده مثلا، وكتبت مثلا كتبت ايه، يعني حطيت فيه كده مثلا اهوت، خليني اعمل دهوت، اقول له مثلا ارينج فرونت كده اهوت، كويس، وبختار دهوت، بختار المربع اللي خلف الكلمه دهيت. طبعا فيني اعمل له جروب لو انا عايزه، لكن حتى لو مش عامل له جروب بختار الشيب الاكبر، وباجي هنا برضه بوضو ريكتانجل، وبكتب اقول له www.me.com او اي موقع، وبضغط انتر وبحفظه كبي دي اف. فلو رحت فتحته وضغطت عليه هيطلعوا لي برضه فيه لينك، بحيث ان انا اضغط عليه يوصل للموقع اللي انا عايزه. ده الخمس حاجات اللي انا كنت حابب اتكلم عليها، اللي احدث خمس حاجات في النسخه الحديثه، الجنريتيف ريكالرنج، انك تلون شكل معين او اي ديزاين موجود عندك. نفس الشيء قلت هنا عندي الخاصيه بتاعه البحث في اللايرز اللي موجوده عندك، البحث وفلترنج، والاوبشن الثاني اللي هو بتاع ريتايبنج، ان انت لو عندك صوره وفيها كلمه عايز تعرف نوع الخط بيجيب لك نوع الخط. وطبعا هنا الايمج تريسنج حصل فيها تحسينات، والاوبشن الاخير اللي هو بتاع اللينك او بي دي اف لينك. ده كان كل شيء لحلقه النهارده، اتمنى تكون الحلقه مفيده ليكم، ويا ريت لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات، واشوفكم في حلقه جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.